بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما خدنا كل الديناميك اكشن بتاع الابكس، نوضح نقطه مهمه ان احنا كل اللي عملناه على مستوى الايتم يقدر يتطبق على مستوى الانتراكتيف جريد، لان الانتراكتيف جريد اللي انت تقول هي في الاول وفي الاخر ايتمز. تمام، فتعالوا دلوقتي ناخد مثال صغير كده. نعمل صفحه، الصفحه دي هتكون فورما اديتابل انتراكتيف جريد، هنسميها dynamic action IG كده، خليها normal عادي. navigation بتاعنا اسألني على الجدول، ناخد جدول بسيط كده عشان نتكلم عليه ونعمل ال طبعا عملت الرو اي دي هو البرايمري كي، مش مشكله هنا بالنسبه لنا. تمام، دي الريبورت بتاعتنا، الانتراكتيف جريد بتاعتنا. تمام، تعالوا دلوقتي نعمل حاجه بسيطه. انا هخلي الديبارت نمبر ده بدل ما هو نمبر اخليه سيلكت ليست زي ما اتعلمنا واتفقنا. الايتم في الانتراكتيف جريد هي ايتم عاديه خالص. ممكن دلوقتي اروح لجدول الديبت اقول له انا هظهر النيم وهريترن النمبر. تمام تمام كده. طيب تعالى نعمل بقى دايناميك اكشن على اي حاجه. تعالى نعمل دايناميك اكشن على الكولم ده، هتلاقي دايناميك اكشن شغال والفاليديشن برضو شغال. تمام، كرييت دايناميك اكشن، بس مفيش كومبيوتيشن اللي هنعرفها قدام شويه. تمام، انا هاجي هنا على الايتم ده، طبعا الدايناميك اكشن بتاعي اللي هيحصل تشينج على الكولم هنا بقى، هيبقى اللي انا استخدمته الكولم، يعني في اللي فاكرين في السليكشن تايب هيبقى عندي زياده كولم والريجون بتاعه وده الكولم بتاعي. فانا هقول له ايه، تعالى مثلا نعمل المثال الصغير او الاكشن بتاعي اليرت، لما يحصل تغيير ده اعمل لي اليرت بيقول action is working. تمام، تعالوا نجرب. تعالى نخلي الاداره دي سيلز، فبالتالي القيمه اتغيرت فبالتالي الاليرت اشتغل. تمام، ادي حاجه. يبقى اول حاجه الاكشن الايفنت نفسه شغال، تشينج في الكولا كلهم موجودين، كل الايفنت بتاعتي موجوده. تمام خلاص يا جماعه. طيب تعالى نعمل اكشن تاني انه هيعمل سيت فاليو. سيت فاليو المره دي هتبقى مثلا بقيمه ثابته وليكن 5% مثلا، لما السلكشن الكولم بتاعي اللي هيبقى كوميشن. تمام، وتعالى كمان نحط كونديشن، لما يحصل تشينج على الكولم ده ويبقى قيمه الايتم، خد بالك هنا، خدوا بالكوا ان الكلاينت سايد اختلفت، بدا ما كان بيقول لك ايتم يساوي فاليو بقى ايتم او كولم يساوي فاليو. تمام، هي هيها بس زاد عليها ايتم او كولم. فانا بقول دلوقتي ان الكولم اللي اسمه ديبارت نمبر ده يساوي 20. تمام، لما يبقى 20 حط الكوميشن بكام؟ ب 5/10. طب الفولس اكشن بتاعي غير كده، ممكن نعمل اوبوزيت اكشن، هيبقى هو ونخليه يحط 10%. تمام، يبقى لما الإدارة تكون 20 هيحط الكوميشن ب 50% والتاني 10 وأي حاجة تانية 10. تعال نجرب. IT تعال نخليها سيلز، بقت 10 اهي. تمام، طب نرجع للأوبريشن، 10 سيلز 10، مفيش حاجة فيهم 20. تعال نخليها سوري، نخليها لما يتغير ويبقى 30. نجرب تاني. IT sales تمام، طب operation ترجع 10، طب IT 10، طب sales تمام. يبقى خلاص dynamic action كمان اللي هو selection او change شغال، والevent اللي اسمه set value برضو شغال. تمام يا جماعة، يعني كل اللي تقدر تعمله على مستوى الانتراكتيف item تقدر تعمله على مستوى الانتراكتيف.
تمام، غير ان احنا خدنا الديناميك اكشن بتاع الانتراكتيف جريد كريجو. تمام، انا دلوقتي بتكلم على الايتم نفسها، وضحت كده يا جماعه؟ تمام، القصه مش صعبه، انا بس عايزك تفهم ان تعامل الجريد هو زي ما اتكلمنا في الايتم. تعامل الجريد هو نفس التعامل الايتم العاديه لما يكون الجريد دي اديتابل. تمام، ممكن ناخد مثال كمان على حاجه تانية، مثلا وليكن الكولم اللي هو السالري، نعمل دايناميك اكشن عليه وما نخليش حتى في الايفنت اللي اسمه تشينج، نخليه في ايفنت اللي هو لوس فوكس مثلا. اما هطلع منه، تمام، ما اطلع منه ممكن نعمل ممكن نعمل ديسيبل الكولم اللي هو الكوميشن. لما اطلع منه مثلا والسالري، احط كونديشن بقى يا جماعه، لما يكون الايتم او الكولم اكبر من او يساوي 1000، لو اكبر من او يساوي 1000 هيعمل ديسيبل، تمام، للكوميشن. وارده بعده اعمل اوبزيت يعمل لي انيبل لو عكس كده. تمام، دلوقتي انا جوه السالري اهو، وبعدين طلعت مش اكبر، فبالتالي ما عملوش ديسيبل لسه. طب هنا خدتوا بالكم اهو بقى مقفول، لان انا قلت له لما اطلع منه، طب تعالى نخليه 100، اطلع منه تاني اتعمل له انيبل، ده قفل، ده برضو لما طلعت منه اقول له فوكس. تمام يا جماعه، فالموضوع سهل جدا، نفس اللي تقدر تطبقه على الايتم العاديه تقدر تطبقه على الايتم جوه الانتراكتيف. ونتقابل إن شاء الله في دروس قادمة. السلام عليكم.